عودة لكم مشاهدينا. الفقرة هلأ مخصصة لنحكي عن أكاديمية حوار الأديان يلي رح يعرفنا عنها دكتور زياد فهد، حائز على دكتوراه في علم اللاهوت وهو أستاذ في جامعة سيدة الويزي. أهلا وسهلا فيك دكتور زياد. ما رح أحكي كل التفاصيل ونقول كل السيفي اسم الله، هلأ حكيك رح يبين للناس اهتماماتك. أكاديمية حوار الأديان يعني في اشياء علميه وفي اشياء اجتماعيه وفي اشياء انسانيه داخله بنفس العنوان، كيف خلقت الفكره وليه؟ اول شيء بدي اشكر دعوتك مدام رياشي، بشكرك لاني سمحتي لي الفرصه اكون معكم اليوم. اكاديميه حوار الاديان هي كنايه عن برنامج صيفي مثل نوع من يونيفرسيتي دتي، جامعه صيفيه تجمع عدد معين من الشباب والصبايا اللبنانيين منتمين لعده مذاهب وطوائف في لبنان. الفكرة بكل بساطة إنه نحن انطلقنا من واقع لبنان. لما نفكر بلبنان أول شيء بنفكر فيه ببلد الطلائي، بلد المحبة، بلد اللقاء، هالطوائف والمذاهب متنوعة على أنواعها كلها. وإذا نحن فعلا بنكون أمينين للكلمة اللي قالنا إياها يوحنا بولس الثاني، البابا يوحنا بولس الثاني لما قال حكي عن لبنان، لبنان هو وطن رسالي، ما نفكر immediately بشكل كثير عفوي بهالبلد الطلائي يلي هو لبنان. نحن بس عم نحاول نكون أمينين، أنت وأنا ما عملنا شيء تنورة لبنان بجماله بتنوعه بروعته. نحن بس عم نحاول نكون أمينين لهالروعة ولهالجمال، ونحاول نزرع ونقرب الناس من بعضها بطريقة مد جسور لحتى يعبر هالشباب وهالصبايا في سبيل لقاء بعضهم البعض واكتشاف روعة وغنى وحضارة، قديش رائع هالحضارة وهالثقافة وهالدين الآخر يلي هو موجود قدامي، أو بطريقة تانية لحتى يكتشفوا قديش حلوة، قديش رائعة، قديش غنية هالثقافة الموجودة قدامي. نحن اليوم أنا كنت السبت عم بحضر تيلي لومير وتابعت اللي شفناه بهاللقاء العظيم اللي صار لمسيحي العراق في حريصة، وكنا كتير متأثرين فعلا. عندنا طريقتين لنتفادى هل عم نشوفه هل لما يصير في نزاعات، طريقتين. اول اهم طريقه هي مد جسور في زمن السلم لحتى نتفادى الحرب او لحتى نقدر نعمل سلام مستدام ما بين هالحضارات، لانه متى توقع الواقعه لما يدب يصير في نزاعات ما بقى فينا نعمل شيء. فالهدف نستفيد من زمن السلم، نستفيد من هالطون دا كالمي، نقدر نستفيد من الوقت هيدا لحتى نمد جسور ونسمح لهالشباب والصبايا يكتشفوا روعة وكرامة إنه نكون مختلفين. نعم، حكيت لنا عن بلبنان المزيك اللي عنا إياه بلبنان بالأديان، وحكيت عن العراق، فينا نمد على كل الشرق الأوسط. قديش هالأكاديمية إلى امتداد على الوطن العربي بعدين، يما حاصرينا بس بلبنان. مما لا شك فيه إنه هيدا الغنى الثقافي نحنا يمكن عندنا كان تاريخ عظيم فيه. هلا نحن عم نبلش بالمرحله الاولى ببساطه بلبنان، ومع الوقت نهدف ونحلم في سبيل سنه ورا سنه نقدر نخلق نويو، نقدر نخلق جوهر اساسي، نقدر نخلق فريق من الشباب والصبايا يكونوا عبره للاخرين وفي سبيل وصول للشرق الاوسط كله سوا بالمستقبل القريب، نقدر نعطي هالصوره الحلوه، هالصورة الحلوة اللي ورثناها واللي استلمناها واللي نحن نريد أن نكون أمينين إلى ومؤمنين نحن فيها. هي أول سنة الأكاديمية بتصير، يعني هي أول تجربة بتكون. أول تجربة. وأنتوا ملاحظين إنه في تعطش الشباب لهالموضوع، يا ما عم بتجربون جار لحتى يجوا؟ لا بالوقت أنا مبسوط إنه عم بلاقي في حماس من الشباب والصبايا، بس الفكرة إنه يعرفوا، نقدر نوصل هالفكرة لشبابنا ولصبايانا اليوم، لأنه الكتار مكتشفين روعة بعضهم البعض، بس مش كتار. نحن ما ننسى نحن ولدنا بمجتمع صار فيه أوقات ظروف خاصة منعتنا نتلاقى مع بعضنا البعض. يعني أنا بتفاجأ كتير من شبابنا وصبايانا المسيحي لم يكن مرة واحدة في حياته لم يدخل إلى بيت شاب أو صبية درزية أو مسلم أو سني أو شيعي أو من دين آخر، والعكس صحيح. يعني في كثير شباب وصبايا ما صار الإمكانية يفوتوا يلتقوا يأكلوا مع بعضهم البعض، لأنه يعني في ظروف تاريخية صارت فيها. نحن ما ننسى أنه نحن بمجتمع حرب. ظهرنا بتوع حروب قطعنا فيها ومشاكل وصراع سياسي عظيم وشنيع سمح أنه هالجسور تكسرت. ونحن عم نرجع نصوغها شوي شوي، عم نقول للمجتمع اللبناني اللي هو أساساً
بلد التلية، عم نرجع نقول له قديش رائع أن نكون نحن متعايشين ونكتشف روعة بعضنا البعض، لأنه أول طريقة فينا نعملها لحتى نتفادى الصراع لما نقدر نلتقى، تنقدر ما حدا في حب الثاني إذا ما التقى فيه، ما نحن عم نسمح لبعضنا يكون عندنا رغبة الاغتناء، يعني انه نغتني باختلاف الاخر. صحيح. ما يكون حاجز اختلاف الاخر لنا. هلا اللي بتاسف اكثر كمان لما بيصير الاختلاف او الخلاف ضمن الديانه الواحده. يعني كمان. ما بعرف كمان كانوا بدنا نبلش نعمل مد جذور. ما بنخلص. كمان كنت عم بحكي من شوي عندنا طريقتين لحل النزاعات بين او ولد انه تولد مشاكل وصراعات بين الناس، انه نقدر نزرع هالكلمه الحلوه ونقدر نستفيد من هالوقت السلام، نقدر نتفادى الحرب، لانه بس توقع الواقع بتكون تاخرنا كثير. كمان من الناحيه الثانيه انه ما ننسى قديش رائع انه نكون حساسين لوجود هالعلامات اللي بحطها الله بحياتنا، الله بحط علامات بحياتنا، والاخر هو اول دليل واجمل دليل ليساعدني لانا اكتشف روعه الإيمان اللي أنا فيه، لأنه أنا مؤمن، أنا كإنسان مسيحي أنا مؤمن أنه أكبر خدمة بقدر أعطيها للآخر أنه أنا أعيش مسيحيتي. أنا بدي أطرح قدامك مشكلة دكتور فهد وأستفيد من وجودك معي اليوم، والموضوع حكى قدامي مبارح بالضبط، أنه نحن بنجهل حالنا تنبلش نتعرف على غيرنا. هل رح تشتغلوا على أنه المسيحي يعرف مسيحيته قبل ما يتعرف على دين أخرى، والدين الأخرى كمان يتعرف على حاله قبل ما يتعرف على غيره؟ نحن بنهدف بالأكاديمية هالبرنامج الصيفي اللي عم نعمله لمدة 10 أيام، بنهدف أولا في مقاربة علمية أكاديمية لهالموضوع بحد ذاته، بنقدر نسمح، نقدر نكتشف بعضنا البعض مع خلال أشخاص عم يعاونونا كثير بهالمجال، نقدر نكتشف نحن غنى وروعة كل دين بدينه، إن عم نسمح لبعضنا نكتشف بعضنا نحن شو، وبذات الوقت نسمح للآخر يكتشف إنه نحن شو، وثم في عنا أبروتش، أنذر أبروتش، يعني مقاربة تانية هي مقاربة عملية، بنقدر نسمح إنه نعمل نوع من زيارة للأماكن ومراكز العبادة على أنواعها وعلى تنوعها وروعتها. والنقطة الثالثة نقدر نسمح إنه نكتشف نبني مشروع سوا. هالبناء المشروع مثلا بيكون بيسمح لنا نقدر نتحد على هدف، نقعد حط طاولة واحدة ونفكر أوبس رح نعمل هذه الطريقة لهذه الطريقة لهذه الطريقة، لنشوف أوقات الآخر يلي هو يمكن عنده حاجات مختلفة عن حاجاتنا، بتسمح لنا نكتشف قديش نحن رائعين، قديش ممكن أنه تكون هالدين وهالغنى وهالتنوع هو غنى ورائع بحد ذاته، بيسمح لنا نقدر نفشخ فشخ لقدام. مدام رياشي، أنا عم تابع أوقات برنامجك وقادر في شغلة حلوة أساسية بتصور لازم نقولها، أنه اليوم في شيء اسمه مسيرة. في شيء اسمه مسيرة، وهاللقاء الآخر ما منه سحر بيصير، اللقاء مع الآخر وهيك حياتنا العاطفية وهيك حياتنا الزوجية المؤتمنين عليها وهيك حياتنا وهيك علاقتنا مع الآخر اللي هو موجود قدامنا هي بنتيجة مسيرة. بس نستعمل كلمة مسيرة يعني في شمينمون، في وقت، في وقت انتون دو باركور، في وقت لحتى نقدر نتقى ببعضنا البعض، لحتى نقدر نحب بعضنا البعض، لحتى نكتشف. كل شخص أنا بعتقد بيقول أنا بعرف الآخر بيكون عم بيكون ماني أكيد بيكون إنه وصل للمبتغى اللي هو بيريده.